غازی کلم آیا تو شہ بولے یہ روکے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو غازی Yeah.
سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بابا داغ ہے خون آنکھوں سے بابا داغ ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے شام ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو شام ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو چوری نے سے سنا تھا ہے چوری نے سے سنا تھا ہے یہ سر کس کا ہے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے عظم الله أجورنا وأجوركم
بمسايب جد الحسين اللهم عجل عليك يا إمام الزمان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى سيد الشباب لأهل الجنة السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحاديث مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا باب النجاة السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليك يا عقيق الحسن والحسين السلام عليك يا عقيق الزينب السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء خصوصا على عليين الشهيدين علي الأكبر وعلي الأصغر وقاسم بن الحسن ومسلم بن الأقيل وحاني بن أرواح وحبيب بن المظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مهين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلطان العربي والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مزهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان اللهم عجل فرجه اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من الباكين في مجلس عزاء الحسين ودخلنا الجنة من باب الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یہ نوٹ فرما لے کر انشاءاللہ صبح 9 بجے اسی مقام پر میری زیادہ ہوگی آپ صبح ٹھیک 9 بجے میری زیادہ ہوگی اور 9:30 بجے سردار کے بھی ممبر
ہے۔